مساء الخير، احلى مليون مسا عليكم. قلنا كده نصور الكلبه نوتيلا اللي لسه جايه عندنا فتره اقامه. طبعا احنا حاطين لها طبق اكل دلوقتي، قاعده تاكل كده مع نفسها. احنا ربطنا هنا قريب من حمام السباحه في مكان رطب شويه. صاحبها قال ان هي كانت عندها مشكله صحيه وتعبانه، بس طبعا الكلب يا جماعه لو تعبان مش هياكل استحاله يعني. تمام، طبعا هي بتاكل طبيعي اهيت، وقلنا نصور له الفيديو ده عشان نبعته له ويطمن عليها وهي بتاكل عادي خالص. لسه دلوقتي حاطين لها وجبه الغداء، تمام، بتاكل طبيعي خالص 100%. نوتيلا الكلبه اللي احنا كنا ملبسينها كمامه، وقلنا ان هي بتهجم على طول وكلام زي كده. عندها مشكله في الودن زي مثلا نسبه شمع، شغالين معاها بالقطره، والقطره اللي احنا بنشتغل بيها لشمع الودان زي قطره الاوتال والحاجات دي كلها. زي ما احنا شايفين بتاكل طبيعي خالص اهيت الوجبه بتاعتها، تمام. الوجبه عباره عن رجول وقطع هياكل وحاجات زي كده، بتاكل عادي خالص مفيش اي مشكله. حط لها الميه، المكان في الحته اللي احنا ربطناها فيها دي مكان رطب، مكان طبيعي خالص، زرع حواليها، ودي بتكون حاجه كويسه للحاله النفسيه بتاعت الكلب. بدات تاخد علينا، بتتعامل معانا عادي خالص، وبتاكل وبتشرب عادي خالص مفيش منها اي مشكله. نوتيلا تعال، شاطره ايه؟ اما بقى فعن فولفو نتكلم عنه برضو النهارده. فولفو واخد عندنا فتره اقامه، بنخرجه كل يوم يلعب شويه ويدنجل كده شمال ويمين، وبعد كده بيخش البوكس بتاعه تاني. دي مجموعه كلاب اقامه يا جماعه. الحاله الطبيعيه هنا بتكون افضل بكتير للكلب، كشمس كهواء كزرع خضار حاجات زي كده، طبعا بيكون بيفيد الكلب كتير.